أهلا بكم. كشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية بالوزارة الدكتور جمال الحربي عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في الكويت حتى باتت مقاربة للمعدلات العالمية. وخلال افتتاحه مؤتمر أمراض سرطان الرأس والرقبة الذي يقام بمشاركة باحثين من داخل الكويت وخارجها، أعلن الحربي عن اتخاذ الوزارة لإجراءات مشددة لمواجهة هذا المرض والحد منه. نظم مركز الكويت لمكافحة السرطان بوزارة الصحة مؤتمر أمراض سرطان الرأس والرقبة، والذي يقام على مدى 3 أيام بمشاركة باحثين من داخل الكويت وخارجها. وكشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية بالوزارة الدكتور جمال الحربي عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في الكويت حتى باتت مقاربة للمعدلات العالمية، معلنا عن إجراءات مشددة من خلال تقييم هذه الأمراض وتوفير العلاج المناسب لها. لما كان من مرض السرطان من الأمراض الشائعة دوليا وعالميا، حيث تمثل نسبة الإصابة به في دولة الكويت نسب مقاربة للمعدلات العالمية، وكون هذا المرض السبب الثاني للوفاة بعد أمراض القلب، مما يؤدي إلى عبء إنساني ومادي كبير، كان لزاما أن تولي وزارة الصحة في دولة الكويت اهتمام خاص بهذا الأمر. رئيسة المؤتمر الدكتورة هناء الخواري أكدت أن الإحصائيات المعتمدة تشير إلى أن أورام الجهاز العصبي والرأس والرقبة تمثل حوالي 16%، مشددة على ضرورة توفير وسائل التدريب المستمر ومتابعة التطور العلمي في هذا الجانب، تلافيا لأي إصابات في المرحلة القادمة. لقد أولى قسم الأشعة في مركز الكويت لمكافحة السرطان اهتماما شديدا بخطط عمل متواصلة من متابعة التطور العلمي، ومن ذلك توفير التدريب العملي المستمر من خلال إقامة المؤتمرات وورش العمل، يعزز الخروج منه بالتوصيات والملاحظات التي تساهم في تعزيز الرعاية الصحية في تصوير سرطان الرأس والرقبة.